تفضلي. أنت مبسوطة هلأ يعني؟ وهلأ أسمعوني كلكن منيح، أنت ما عندك أي حق بنوب إنك تقرري تشيلي اسمكو مال عن لوحة البيت. شفتي كنتي قديشة مهذبة؟ كومان راحت وشالت اسمها عن لوحة البيت لأنك طلبتي هالشي. هالبنت محترمة. قدرت إني شيل اللوحة يلي عليها اسمك يا كومال، ولسه رح خلي كل العالم تصير تكرهك. اسمعني منيح هلأ حبيبي، أنا ما فيني روح معكن على سيرسا، بس بدي منكن أنه تعملوا شغلة مهمة. بدي تروحوا لهنيك وتنتبهوا على كومال، فهمت علي؟ بدي منك أنه تنتبه على كل شي بيصير مع هنيك، مفهوم؟ هذا بيعني أنه أنت بعتيني لهنيك لحتى أجيب لك أخبار. أنت صبي ذكي كتير. إيه تمام، بس أنت ليش عم تخليني أعمل هذا الشي؟ شو بدي أقله للتو؟ بدي أقله أنه لازم ضل منتبه على عمتك كومال، بتمنى أنه ما يرموها برات البيت لأنه ما فيني خليها ترجع لهون بنوب، بس كمان أنا ما بحب أأذيها بنوب. خلص بلا هالأسئلة هلأ ابني، أنت بس اعملي اللي عم قوله. إيه ماشي ماما. يلا لتو. بس خالتي أمي ما رح تقدر تجي معي اليوم، لهيك مين يلي رح يجي معي؟ شو صار؟ بس أنت بتقدر إنه تاخدنا على سيرسا اليوم أنا ولدتو؟ إيه ليش لا، أكيد باخدهم، إلي زمان ما شفتها لأختي كومال لهيك أنا رح أخدهم. إيه تمام عمي، يلا خلينا نروح. يلا يلا, يلا. انتبهوا منيح. تفضل عمي، إلي كيف خالتي هلأ؟ هلأ صارت أحسن، هي عم تتحسن بس لأنه أنت عم تعتني فيها يا كومال. تفضل عمي شراب الشاي. مرحبا يا جماعة. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. مرحبا، كيفكن؟ أهلا وسهلا. شكرا فيك. تفضل عود. تفضل تفضل. شكرا لك. بصراحة مو شايفه قبل هالمرة. هاد أنوباف سينغ، السيد أنوباف بيكون الكبير الرسمي لهاريانا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. بصراحة نحن إجينا لنحكي بموضوع كتير مهم. تفضل احكي لي. مثل ما بتعرف بعد قصة المراسم كنتك كومال تعهدت أنه هي تصلح كل الطرقات الموجودة بمنطقة سيرسا.